النهارده تسلط على ادباء الصعيد وعلى مثقفين الصعيد، انما النهارده بيدونا منا ان كاتب صعيدي انشروا له كتاب في الثقافه الجماهيريه. يعني ايه؟ يعني لا، حقي لازم اخده. محدش زارنا من وزاره الثقافه. بيوت الثقافه اللي بيقولوا عليها والقصور ده وهم. ده وهم جدا يعني، ما هوش انما عباره عن قبليه فقط. انما خاليه من البرامج وخاليه من العقول وخاليه من الدراسات وخاليه من كل شيء. دعيت عشان اروح عشان احضر مع دكتور صابر عرب افتتاح قصر ثقافة المنشأة. جميل جدا يا جدا الوزير والمسؤول عن الثقافة الجماهيرية.